ميتا شركة بتعمل على تعديل جديد لتطبيق ثريدز، بحيث تسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بتحرير منشوراتهم في غضون 5 دقائق من نشر المنشورات. آدم موسيري رئيس تنفيذي لشركة انستغرام أكد بعد وقت قصير من إطلاق التطبيق في يوليو الماضي أن زر التعديل هو ميزة محتملة، مما يشير إلى أنه قد يكون متاحا للمستخدمين قريبا. تسمح الميزة للمستخدمين بإجراء تعديلات على منشوراتهم في غضون 5 دقائق من نشرها. بالإضافة إلى ذلك، سيكون سجل تحرير المنشور مرئيا على غرار سجل التسميات التوضيحية المعدل في انستغرام. خلينا نعرف مع حضراتكم المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع مع المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات. صباح الخير على حضرتك باشمهندس أحمد. صباح النور على حضراتكم، صباح الخير على السادة المشاهدين، أهلا وسهلا. صباح النور. خلينا نعرف من حضرتك تفاصيل أكثر عن ثريدز، عن يعني هو في الأساس المفروض أنه هو بينافس طبعا أكس أو تويتر سابقا، وبالتالي بنجد أن عدد كبير من الخدمات اللي أصبحت متاحة جزء كبير منها هيكون بمقابل مادي. هل التطبيقين بيتجهوا إلى إيجاد الدخل دايما من خلال فرض رسوم على هذه الخدمات المختلفة؟ في الحقيقة شركة ميتا نفسها ما بتعملش بتتبعش الأسلوب ده غير في حاجات معينة فقط، ولكن السوشيال ميديا دايما مجانية للجميع. ولو هنرجع للأول، مارك زوكربيرج وإيلون ماسك، يعني لو هنقارن الرؤساء مع بعض هنلاقي أن مارك زوكربيرج عنده خبرة كبيرة جدا في إدارة منصات التواصل الاجتماعي، لكن إيلون ماسك ما عندوش خبرة في الإدارة تماما. إيلون ماسك تفكيره تجاري جدا ومتوقع منه أي شيء من ناحية التواصل الاجتماعي ومن ناحية فرض الرسوم على جميع الخدمات المنتشرة على تطبيق إكس أو تويتر. بس حتى ميتا إذا سمحت يا باشمهندس أحمد برضو ابتدت إن هي يبقى فيها خدمات بتكون أيضا بمقابل مادي، زي مثلا العلامة الزرقاء، وحضرتك كنت كاتب بوست عن هذا الموضوع قريبا إن هو بيكون برضو بمقابل شهري، زي دلوقتي لو هنتحدث عن ثريدز ان هو فكره التعديل تكون برضو بمقابل مادي وهكذا. صحيح يا استاذ باسم، وده اللي كنت جاي لحضرتك فيه، ان شركه ميتا حطت رسوم على اضافه العلامه الزرقاء على اسمك، ولكن الناس اللي عندهم علامه زرقاء مش هيدفعوا فلوس. لكن لو جينا بقى في المقارنه بتطبيق اكس، الناس اللي عندهم اوريدي علامه زرقاء في تطبيق اكس بيدفعوا فلوس، والناس اللي ما عندهمش علامه زرقاء ممكن يدفعوا فلوس وياخدوها. فبالتالي العموم هنا بقى نفس المساواة بينه وبين الشخص العادي، ولكن في شركة ميتا العموم هنا ما ينفعش يكون بنفس المساواة. يعني الشخصية المشهورة والشخصية العامة عمرها ما هتدفع فلوس عشان خاطر تكمل علامة التوثيق بتاعتها، عمرها ما تدفع فلوس عشان خاطر تعمل منشورات معينة، ولكن واخد المميزات الكاملة. لكن من ناحية الإضافات اللي موجودة، لا، هي إضافة جديدة أو ميزة جديدة للأشخاص اللي هم ما عندهمش العلامة الزرقاء، فبالتالي يقدروا ياخدوها بمبلغ مادي بما يعادل 310 جنيه بالضبط كل شهر من ناحية العلامة الزرقاء في ميتا. طيب باشمهندس أحمد، عايز أكلم حضرتك الحقيقة عن ميزتين جداد لثريدز، ميزة الخاصة بزر التعديل الجديد لثريدز، والميزة الثانية الخاصة بتسمح للمستخدمين بالتبديل بين ملفات تعريف متعددة. عايزين نفهم الناس أكتر عن الميزتين دول، وهل ده مثلا محاولة من ثريدز إن هي تبقى أقوى من تويتر أو إكس حاليا؟ والله ده ميزة جديدة جدا من ناحية تبديل الحسابات، وبصراحة أنا كنت مستنيها من زمان. الموضوع ده انتشر في فيسبوك لأنه فيسبوك كان مستخدم واحد، يوزر واحد فقط، ولو عملت حساب تاني فبالتالي يتقفل حسابك الأولاني ويحصل فيه مشاكل. أنا واحد من الناس بدير أكتر من صفحة، فبالتالي لازم يكون عندي أكتر من حساب، ما ينفعش من حساب الشخصي عشان المخلفات. فبالتالي الشركات هيكون ليها أكتر من حساب. من ناحية انتحالات الشخصية بدأوا يركزوا أكتر وأكتر في الموضوع ده، فبالتالي أي واحد عنده أكتر من حساب مسموح له، ولكن بدون انتحال صفة شخص تاني. وأول ما ينتحل صفة شخص تاني بيتم غلق الحساب في خلال في 12 ساعة أو أقل من 12 ساعة كمان. والميزة دي دخلت في انستجرام وأوريدي بقت موجودة، لكن ثريدز مرتبط بانستجرام، فأي ميزة جديدة متوقعة ومتوفرة دي حاجة مؤكدة ومعمول حسابها من بداية انطلاق التطبيق، ولكن زي ما بيقولوا بيشوقوا المتابع أكتر عشان خاطر ما يدوش كل التحديثات مرة واحدة، وبيعملوا التحديثات الجديدة أول البول، زي مثلا التعديلات على الثريدز المنتشره، او مثلا التايم لاين برضو دي من اخر تحديثات موجوده من 3 ايام. عملوا تايم لاين، اصلا تايم لاين بينه وبين مستخدم اللي انت متابعه على ثريدز، عملوا ليه تايم لاين عشان تشوف اخر اخباره. عملوا كمان ترجمه النصوص
يعني تقدري برضو تترجمي النصوص، فبالتالي دي المميزات اللي هي كان معمول حسابها واساسيه، فبالتالي واحده واحده عشان خاطر فعلا باشمهندس احمد فعلا هو في اكتر من ميزه للتريدز، يعني شويه شويه بيدخلوا ميزه جديده علشان طبعا ينافسوا بيها اكس او تويتر سابقا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس احمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات.